ربي يسامحوني على القصه. السوشيال ميديا لايف ما تعرفوا فيك وفازيت هذاك الاشي راح تقولوه. احساس انه رجعت للزام بعد 5 سنين احساس مزيان برشا، خاطر اللزام عاشت فيها 3 سنين مزيانين برشا في قصه حياتي الكل. انا فديت في المكتب، في الكوليج، في الليسي، في اللي فاك اللي قلت فيهم في حياتي كل الا لزام، حاجه مزيانه برشا. دونك انا فرحان برشا انه رجعت لهنا، واللي انه الكرياتيفيتي والافكار كل تولدوا لهنا. ما فما فرق، البيفيت كانت محلوله قبل الحق معناتها. فما بسيسه الله يرحمها، بسيسه كانت قطوسه ياسر محليها. توا في المونتاج العبد في المونتاج حط تصويره بسيسه وحط غنيه انسبايرنج على الاخر وطريقه صمت. لزام كانت اول شواء عندي من الاول ملي نجحت في الباك. انا بالرسمي راني تعذبت 13 سنه من حياتي نقرا في حاجه ما نحبهاش، راني نجحت في الباك بمونسيون بالروح، يعني نجحت ب10 هكا وصلت لها، فهمت؟ كنت فرحان برشا انه فاينلي مش نمشي نقرا سينما، نمشي نقرا حاجه ياسر نحبها من كل قلبي، فهمت؟ دونك اي كانت اول شواء، ومن الاول غلطت شعر اللي اخترت ايام في بالي باهي هي الاوديو فيزيوال، والحمد لله ما اخترتش ايام اللي اخذت فديك. مع كل احتراماتي الناس في الايام نعرفكم متعذبين وتعبين برشا، هذه برشا اصحابي بالرسمي تعبوا على الاخر، هم تعبوا ايام ما عليه تبارك الله عليهم متواصلين على الاخر في الدومين، هما اكثر ناس كانوا في الليزام تعبين برشا، فهمت؟ واحنا في الافينا نجحوا في اسي سباقرا. اكثر حاجه تعاون في الليزام هو انه النتوركينج، اللي انك تعرف دي بروفيسيونيل في الدومين يجوك بروفيت بهين، الناس اللي تعمل لك ستاجات هنا مزيانين، لونتوراج نتاعك زاد كل واحد تلقاه باسيوني على الاخر. فما ناس تعرفت عليهم في الليزام هذه ساعه نخدموا مع بعضنا وقرينا مع بعضنا دي بروجي ياسر كبار ومشيو للعالميه، لتوا نعرف برشا عباد تبارك الله عليها في الدومين، وتحيه كبيره برشا اليوم، وتحيه لليزام اللي خرجت عباد قويه اسو بوان في الحاجات اللي يحبوها. معناتها تلقى في الليزام ديما ناس باسيوني على الاخر. احسن سوفنير عندي في الليزام هو على باز كان من الاول باش يكون سوفنير خايب، شعر ولا سوفنير خايب ولا من احسن السوفنير. سوفنير بيزار برشا هو انه كي نبداو عندنا ستاج نسهروا في الليزام حتى 10 متاع الليل 11 متاع الليل، الفاك تسكر وانت تقعد لهنا. اكثر بلاصه رقدت فيها في الليزام هي سالم تاع المونتاج، حاطين نحط 3 كراسي نتصرفوا باش نلقاو مخده ولا حاجه هكا ونرقد، ونرقد ياسر كومفورتابل. انا عاب نرقد في اي بقعه نورمال حتى نتكى على حيط نرقد. واكثر مخلوق ونسني بسيسه الله يرحمها ونستني حاطش 7 متاع الصباح لهنا، سهرنا لهنا في الليل، جبت برشا ماكل، قعدت نحكي انا وقطوسه اي وحاجه نورمال على الاخر مانيش معقد، اما هي فهمتني فما عباد ما فهمونيش. الفي اسوسياتيف اول حاجه هناك كنت في الليزام دخلت الايسيك اللي هي عامي الثاني دخلت، يعني كنت دوزيام دخلت الايسيك اللي هي كانت اكسبيرونس بيا برشا، سورتو اول ستاج عملته في حياتي هو مع ايسيك، يعني خرجت فيلم ميكين بروجكت مشيت وقتها لمصر وكانت الاكسبيرونس اسرع عالميه، خاطر في تونس ما تقبلتش حتى ستاج خاطر قالوا لي مانيش كومبيتون، بديت بالبرا معناتها هاشتاج تونس بخير معناتها. انا قريت في 2 فاك، في كل فاك فما 2 بروفيت طيحوا لي المي في ركيب والاخرين الكل ما يشجعوش، ما عادي نوتر معاك فهمت. دونك والزوز بروفيت هذوما نعرف لي كي نقول في الليزام فما بروف لافي يطيح المي في ركيب، نعرف لي لافي الكل باش تعرف على شكون نحكي، نعرف لي لافي الكل باش تفهم، ونعرف لي الفاك الثاني اللي من غير ما نذكر اسمه كي نقول فما بروف طيح في المي في ركيب، نعرف لي الناس الكل باش تعرف على شكون نحكي، دونك هاني ساكت. كان الليزام ما خطفتليش راني مشيت قريت فرونسي خاطر ثقافتي فرنسيه وناسيوميها على الاخر، الناس اللي تقول لك كوغواسون وتبداو تفركوا فيهم هكاك وكل شيء، نحكي بالباهي اونجلي زاده وكل، اما لي راني اخترت فرونسي خاطر حياتي كلهم فات نحب نطلع فيترينير زاده راه، اما صعيبه برشا باش نخلط لها فهمت، خاطر مويني ما تخلطش خاطرني غبي برشا ما نجمش نحفظ وكل، دونك فرونسي خاطر ما نجمش نعمل فيترينير، اما نحب نداوي الحيوانات وكل. كي كنت صغير في بالي بروحي شنو اللي كرياتور دو كونتوني، كنت صغير في بالي بروحي شنو اللي استرونوت كيما الصغار الغبيين الكل في بالهم باش تعمل استرولوجي وتطلع هكا رائد فضاء سهله فهمت، في باليش لازمك تجيب 19 في المات وكل شيء وحتى 19 ما تخلطكش، دونك ليه في بالي بروحي شنو اللي كرياتور دو كونتوني هذيك. اون فيت شتيا يظهر لي لي زومبيسيون يبداو ينقصوا وانت تكبر تبهيم، دونك تولي رياليست اكثر تولي واقعي اكثر، تعرف روحك لي شو تبدا صغير تحب تولي رائد فضاء، كي تكبر تحب تولي بروف ولا حاجه، وبعد كي تزيد تكبر تقول اه زان يظهر لي شنو اللي كرياتور دو كونتوني على اليوتيوب او موان من غير ديبلوم يقبلوك ديريكت. فما عبد بركه
الانتوراج الكل شجعني باش نعمل حاجه هذه اللي هي امي، تحيه كبيره برشا ليها، خاطر هي اللي قالت لي امشي تحب الحاجه هذيا برا اعملها، تحب اليوتيوب زيد ادخل في اليوتيوب، تحب الحاجه هذيا اعمل، خاطر انا وقتها انتوراجي حتى اصحابي البروش وكل شيء اللي هذا يقول لي اسمع متوصلك ما توكلش الخبز بكل اشاعات بتاع كلها خمج ودري شنو، والله يضحكوا بربي اونتر بارونتيز للناس تقول السينما والاوديو فيجوال والحاجات الارتستي كلهم خمج، برسمكم الناس اللي قاعدين تسرق لنا في بلادنا، برسمك شقراو مو قراو الحاجات اللي نتوما اللي بوكم ومامكم قال لكم برا واقراهم، هذا دونك سرق بارتو والخماج بارتو، اما صدقني احنا اقل برشا، هذه كذبه واشاعه معناتها. لي زانسبيراسيون تاعي الافلام، نتفرج برشا في افلام، نتنفس افلام، نقوم افلام، ناكل افلام، برسمي ياسر نتفرج في الافلام والسيريات، ياسر نكونسومي دي مونغا دي زانيم، ياسر نكونسومي حاجات هكاك. زيد دي يوتيوبر انترناسيونال كيما رودي مانكوزو برك الله عليه، دونك لي انسبيراسيون تاعي هذوكم. غرامي بدي بالكوسبلاي خاطر قبل كنت نسمع اللي توا مغروم برشا باللي مونغا بالانيم دراغون بول زيد وان بيس، دونك قبل كنت في لي زيفينمون تاع نعملوا كوسبلاي وكل بعد جو غاليز قلت انا علاش نعمل فيه الكوسبلاي، اسكو نعمل كوسبلاي خاطرني نعمل جو كي نعملوا، طلعت لي نعمل في الكوسبلاي خاطرني نحب نصور روحي بعد فيديو، نحب نصور روحي كيفاش نخرج بعد اخي بعد عمري 16 سنه، وقلت دونك انا مغروم بالسينما عرفت، خاطر قبل كنت في مخي لازم نتعدى حاجه المجتمع يحبها كلي نمشي سونس جوريديك ولا حاجه، عرفت نمشي كل الحاجات اللي مستحيل سكوري يخلط لهم، فهمت؟ اما الحمد لله شلقت بروحي نحب السينما وقتها. اول فيديو صورته تلقاوه على اليوتيوب اسمه لوجين اكس بي جي، يضحك على الاخر في 2013 حاله حليله حاسيلو، اما فرحان به برشا. اخترت نبدا على اليوتيوب يعني ما بديتش بشوا نتاع هذا كارير باش تبداها وقتها ولا حاجه هكاك، ليه ما تختارش نبدا على اليوتيوب خاطر حبيت بلاتفورم نهبط فيهم فيديوهات وكاها، ما حبيت اراء الناس، ما كنتش في بالي انه نهار باش نتعرف بالرسمي، راني تعرفت مش بالعاني هذه ساعه نقولها بالحق مش بالعاني، لقيت روحي هكا الانجيجمنت طلع دانكو، عملت فيديو عامل عليه كيف ما في باليش باش تضرب على الاخر، ضربت تلمون ضربت لي وقتها سديم عيطت لي باش نشارك، معناتها ما كنتش في بالي عرفت، دونك فوالا. يحيى تلقاه في شن يوتيوب نتاع عديل ديجا توا بام با نهارين تعدي وعمل اكثر من 1,200,000 فيو which is something really awesome، طيحنا لي ريكور نتاع قبل الكل، عملنا له ديزافون بروميير نتاعو في دي بروجيكسيون في المغرب كله، هو الى ديسيدي باش يخليه فور فري كيما انا زدت عملت كور ميتراج نتاعي قبل، قلت هذاك كور ميتراج اتس فور فري، عملت لافون بروميير نتاعو ما هاوكا على اليوتيوب، اما راه جاي الناس الكل باش تخلص راه قولها. احساس مزيان برشا انه تشوف تصويرتك في بلاد اخرى، لوفر نتاعك وسط البلاد اخرى، عبيت تعطي فيك في قيمه برشا، عبيت فرحانه بيك، احساسي كان ياسر محلي انه شفت دايركتد باي سامي شافعي مكتوبه في المغرب، ونهار اخر ان شاء الله نشوفوها في برشا بلدان اخرين اوروبيه وامريكيه واسيويه في العالم الكل، وان شاء الله هذا في كوكب المريخ وجوبيتر وكل، علاش لا يو نيفر نو. اكثر حاجه تضحك نتذكرها صارت لي في التورناج هذا هو انه ياسين سونتس اكثر واحد يفرقهم علي، يعرف البوان فيبل نتاعي، البوان فيبل نتاعي انه كي نشوف حيوانات متعذبه ولا قطاطس ولا حاجه هكاك، شنو عمل؟ انا قاعدين نصوروا، يا اخي عمل هكا حط التليفون تحت الجيلي، حط ساوند افكت نتاع قطوس يعاي معه، وقفت التورناج كله، نلوج عليه القطوس هذا بوندون اكثر من 4 دراج، واحنا اون افونس، دونك ما تنرفزش برشا، عملت هكا اللوج في الاخر طلع التليفون، اخي كلهم ضحكوا عليا في التورناج الكل، راهو احنا 60 عبد، لي فيغورون ليكيب مولا البلاصه كلهم يضحكوا عليا على خاطر باش وقفت التورناج على خاطر قطوس واي نعملها وحاجه نورمال على الاخر وبرافو ياسر. غير المهم ما بديتش نخدم في يوتيوب فول تايم خاطر بديتها على الجو خاطر كنت نقرا في ليزام نورمال نروح نعمل فيديوهات نجيب صحابي ساعات لهنا نصوروا، كلمه يوتيوبر ما ولاتليش خدمه اون فيت راني مازلت رياليزاتور مازلت معناتها يجيو دي مارك نعمل لهم دي بوبليسيتي سوا في التليفز ولا في الديجيتال معناتها راهو خدمتي على باز ارتستيك دايركتور ودايركتور معناتها جو سوي باي باش نعمل اخراج نتاع دي زوفغ ولا نعمل مونتاج نتاع حاجات لو كانت كرييتنج حاجه دو بلوس اللي مش بالعاني تخلص فيا معناتها فهمت دونك هذيك هي البونيوس مش السينما البونيوس. اصعب مومون عشت في الخدمه نتاعي هو لانجوستيس نتاع من الاول كيفاش تقول الالغوريتم نتاع يوتيوب انهم الحاجات اللي يعجبوه انهم الحاجات اللي ما يعجبوهش معناتها شنو الحاجات اللي يجيبوا اكثر فيوز شنو اللي علاش تعمل انت حاجه تتعب عليها على الاخر ما تجيبلكش فيوز معناتها الفروستراسيون هذيك اكثر حاجه كانت تعبتني لي فيو وبعد وليت ياسر بيس مع الحاجه هذيك وليت جون ريان افوت خدور مال معناتها. اول شيء يوتيوب تاعي عليه بديتها وقتها مع ياسين دونك هو اول يوتيوبر عملت كيف برشا كيفاش طلعنا وكل شيء مع بعضنا اما بعد بقى ابار وهو احسن دي يوتيوبر عملت معاهم دي كولاب مزيانين هما
رضا الوهيبي، عادل طويل، هما اكثر دو كولاب عملتهم في حياتي ياسر عام فيهم كيف معناتها. سينو بيان سور تحيه لوجاي زيدي، احمد دهميني اللي في تونس، ما نحكي دو بوينت فيو انترناسيونال، هما مشيت معاهم تو ذا نيكست ليفل اكثر. رودي مانكوزو، بوهيمين رابسودي. سو نجم نعطي زوز غنيات. اول واحده هاو تو سيف لايف نتاع الظفري، هذه اغنيه كلاسيكيه محلاها على الاخر، كبرت بها وانا صغير محلاها. اما توا الراب بيتو دادا اللي حط نحبك تحطها تو في المونتاج. اسمع وصلت بنصائح فاشلون هذاك هاي. اوف صعيبه هذا. سبايدر مان اكشن، ام بي سي اكشن، يوتيوب، سينما. هو بيان سور شرف انه تظهر في الفستيفال وتاخذ بري في وسط بلادك في الجي سي سي، معناتها حاجه مش نورمال. ما ليه نكذب باز اوسكار اقوى ما بنزاي. او يا اخي كم يكون خلصونا تو تيكيت تو نرجع دي تيكيت تو نرجع خلصنا فيه ورجعوا لي ال 15 دينار ولا 20 قد اكيد. جابون بربي شكون يكتب سؤال جابون ولا تركيا برسمكم بربي يجي قول سامحني الكاميرا تو ليلي يجي تظهر تقول سامحني انا قول انا اللي كتبت سؤال وسامحني انا كتبت سؤال وسامحوني ولا يا اخي سميح مليوي اللي شويه هريسه ما نحبش بزاف هريسه اللي ما نحبش مايونيز ايزام باز معناتها للي جون اللي يحبوا يعملوا سينما واليوتيوب والحاجات هذوما الكل برسمكم كان عندكم دي بارون ولا دي بروش يقول لكم ما توصلش ما عندكش مستقبل كل شيء كان انت باسيوني توصل راهو ما فماش دومين ما فيهوش بطاله معناتها برسمكم تلفوهم اي نقولها تلف العبد اللي يقول لك هذيك ما توصلش يقول لك برسمكم برا امشي اقرا حاجه ما تحبهاش وبعد ذلك خليها هوبي من ابهم لي زارغومون والحجج اللي قالتهم البشريه لوليدهم قاعدين تحطموا فيهم وقاعدين تردوهم دي فيوتور ديبريمي وديبريسيف نهار اخر وميرسي بوكو وامنوا برواحكم راهو الناس الكل تنجم توصل في اي دومين تحب تولي تربي الحاله زونت وانت تحبها توصل وشكرا. مرسي اورندا جونيور انتربريز اللي استدعيتوني برسمي انا فرحت برشا اللي عاودت رجعت لي زام. ثانك يو سو ماتش. مرسي.